به لعب وممالك إلى الهدى ولدا اهتدى به أمم من سائر العجم والعرب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. قال عبيد الله رحمه الله: قال يحيى: قال مالك: الأمر عندنا أنه لا يتوضأ من رعاف ولا من دم ولا من قيح يسيل من الجسد، ولا يتوضأ إلا من حدث يخرج من ذكر أو دبر أو نوم. الأمر عندنا أنه لا يتوضأ أو لا يتوضأ من انتقض وضوء من خرج منه رعاف، أو لا يتوضأ من رعاف. هذا شروع من الإمام مالك رحمه الله في بيان ما هو الحدث، ما الذي ينقض عنده الطهارة. والحدث عند مالك رحمه الله هو الخارج المعتاد من المخرج المعتاد على وجه العادة، هذا هو الحدث. وما كان غير مشمول لهذا التعريف فلا ينقض الوضوء. الخارج المعتاد، وهي هذه التي كنا ذكرناها، أكرمكم الله، إما غائط أو بول أو ريح أو مذي أو ودي أو مني. الخارج المعتاد من المخرج المعتاد، فيجب أن تخرج هذه الخوارج من أحد السبيلين. يعني الآن هؤلاء الذين نسأل الله لنا ولهم العافية، يعني يركب فيهم هذه الأنابيب وتفصل الدم عن البول، خروج البول هذا لا يعد ناقضا للوضوء، لأن البول إن كان خارجا معتادا فهو يخرج من مخرج غير معتاد فلا ينقض الوضوء. الخارج المعتاد من المخرج المعتاد على وجه العادة، احترازا من خروج خارج معتاد من أحد السبيلين لكن على وجه المرض، فهذا لا ينقض الوضوء. الرعاف والدم والقيح لا يشملها تعريفنا، ولذلك قال الإمام مالك رحمه الله: لا يتوضأ. الأمر عندنا أنه لا يتوضأ من رعاف، وهذا مذهبنا ومذهب الشافعية أن الرعاف لا ينقض الوضوء. وذهب الحنابلة والحنفية إلى أن الرعاف ينقض الوضوء، استدلوا على ذلك بما رواه الدارقطني عن تميم الداري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الوضوء من كل دم سائل ثلاثا، والرعاف دم سائل. واستدلوا على ذلك أيضا بما رواه الدارقطني عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رعف في صلاته توضأ ثم بنى على ما تقدم من صلاته. والجواب عن هذين الحديثين أنهما ضعيفان، هذين الحديثان ضعيفان فلا يصلحان حجة. ومعلوم أن إثبات كون الشيء ناقضا للوضوء هذا متوقف على دليل، لا يمكنك أن تقول هذا الشيء خروج كذا ينقض الوضوء إذا لم يكن دليل يحكم بأن خروج ذلك ينقض الوضوء فعلا. وحيث لا دليل فالأصل عدم الانتقاد إلا بما ثبت دليله في هذه الشريعة. والرعاف قال لا ينقض، الأمر عندنا أنه لا ينقض الوضوء، زيد، الأمر عندنا أنه لا يتوضأ من رعاف ولا من دم. الدم كالرعاف، الدم غير الرعاف في حكم الرعاف، وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يباشرون المعارك، وقالت الخنساء: ومن ظن ممن يعاني الحروب بأن لا يصاب فقد ظن عجزا. من يعاني الحروب لا بد أن يصاب، وكانوا يصابون وكانت تكون فيهم الجراحات، ولو كان شيء من تلك الجراحات ينقض الوضوء لتواتر نقله، وحيث لا نقل دل ذلك على أنه على أن خروج الدم لا ينقض الوضوء. ولا من قيح يسيل من الجسد، ولا من قيح. القيح هذا حكمه حكم الدم في كونه نجسا لأنه متولد من دم، وحيث كان أصله الذي هو الدم لا ينقض الوضوء فالفرع الذي هو القيح لا ينقض الوضوء أيضا. لكن ينبغي أن تميزوا
بين ما ينقض الوضوء وما ينجس البدن. نحن الآن إذا نفينا نقضه للوضوء لا ننفي كونه نجسا، يجب أن تغسل منه الثياب ويجب أن تغسل أن يغسل منه البدن إذا نزل على البدن أو الثياب شيء من ذلك. نعم. ولا يتوضأ إلا من حدث يخرج من ذكر أو دبر أو نوم. هذا الكلام عند الإمام مالك رحمه الله ليس على شموله. قال ولا يتوضأ إلا من حدث يخرج من ذكر، إلا من حدث يخرج من ذكر أو من دبر أو من نوم. لكن هذه ليست الأحداث كلها. لا خلاف بين المالكية في أن القبلة بلذة تنقض الوضوء، هذا لا خلاف بين المالكية فيه ولم يذكره الإمام مالك هنا. ولا خلاف بين المالكية في أن مس الذكر بلذة ينقض الوضوء ومع ذلك لم يذكره الإمام مالك هنا، فلذلك نقول هذا الكلام منه رحمه الله ليس على شموله. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع أن ابن عمر كان ينام جالسا ثم يصلي ولا يتوضأ. حدثني عن مالك عن نافع مولى ابن عمر، توفى سنة 1700، عن ابن عمر توفى سنة 74، أحسنت، فتح الله علينا وعليك. ابن عمر رضي الله عنهما كان ينام وهو جالس ثم يصلي ولا يتوضأ. قد تقدم لنا الكلام في النوم، وهل ينتقد الوضوء بالنوم جالسا أم لا ينتقد؟ والمذهب عندنا أنه ينتقد. نحن قلنا إذا كان النوم ثقيلا انتقد الوضوء سواء أكان النائم جالسا أو مضطجعا أو قائما أو راكعا أو ساجدا أو على جن أو على، يعني حتى إذا تصور النائم ماشيا فإنه ينتقد وضوءه. إذا حملنا نحن هذا الأثر عن ابن عمر أنه كان ينام نوما خفيفا، وحمله الشافعية الذين يرون أنه لا انتقاد بنوم الجالس على أن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يرى أن وضوء الجالس ينتقض بنومه. نعم. والأثر محتمل للوجهين. نعم. قال الإمام مالك رحمه الله: باب الطهور للوضوء. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل بني الأزرق عن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار أنه سمع أبا هريرة يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ به؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. قال: وحدثني عن مالك عن صفوان بن سليم. صفوان بن سليم الزهري المدني القرشي المحدث الثقة العابد، كان من أئمة أهل المدينة ومن محدثيهم ومن عبادهم. ذكر صفوان بن سليم عند الإمام أحمد فقال: هذا رجل تنزل الرحمة بذكره ويستنزل القطر بذكره. وقال سفيان بن عيينة: كنت إذا رأيته علمت أنه يخشى الله. وقال الإمام مالك: كان صفوان بن سليم إذا صلى في الصيف صعد صلى في جوف البيت، وإذا كان في الشتاء صلى في فوق سطح البيت يتيقظ بالحر والبرد. وكانت ربما ورمت قدماه من كثرة الوقوف وتظهر فيها عروق خضر، وحتى يكون كالسقط من طول وقوفه ومن طول قيامه. كان رحمه الله من العباد. ذكروا أنه دخل مرة عليه بعض أصحابه فجعل يتململ، فقال له: كأن لك حاجة. فقال: نعم، ولكنه يعني ما صرح بحاجته. فقالت ابنته: ما له من حاجة إلا أنه يريد أن تقوم فيقوم يصلي. و
كان ذكر محمد بن صالح التمار قال كان صفوان بن سليم يمر بي يذهب إلى البقيع. قال فقلت ذات يوم والله لا أتبعنه فأرى ما يصنع. قال فاتبعته حتى إذا وقف على قبر جلس عنده ثم قعد يبكي. فقلت له فقلت لعله قبر بعض أهله. فمر بي مرة أخرى وقلت والله لا أتبعنه، فتبعه فجلس على قبر آخر، جلس عند قبر آخر ثم بدأ يبكي. قال فسألت محمد بن المنكدر، فقال له محمد بن المنكدر كلهم أهله، كل أهل القبور أهله، ذلك رجل يعالج قسوة قلبه، كلما قسى قلبه ذهب إلى المقابر فجلس يبكي عندها. فكان محمد بن المنكدر بعد ذلك يفعل مثل ما كان يفعل صفوان بن سليم. وكانت له عصا يتوكأ عليها، فصلى مرة فإذا شاب زحمه صفوان بن سليم بعصاه، فلما سلم الإمام التفت الشاب إلى صفوان وقال لا تزحمني بعصاك وإلا كسرتها على رأسك. ولكثرة ما كان صفوان مع يراه الناس مع عصاه سمي هو عصاه الزوج. فطرح بعد أن قاله ذلك الفتى ما قال طرح عصاه، فلما رئ من غير العصا قيله يعني لما تركت عصاك؟ قال كنت أحملها للخير، يعني يتوكأ عليها ليبلغ بها المسجد. قال كنت أحملها للخير وأنا اليوم أخاف منها الشر، أخاف أن تكسر على رأسه. مات صفوان بن سليم رحمه الله سنة 32. نعم. عن سعيد بن سلمة من آل بني الأزرق. سعيد بن سلمة المخزومي المدني الثقة. نعم. عن المغيرة بن أبي بردة، ويقال فيه المغيرة بن عبد الله بن أبي بردة، الرجل وثقه النسائي وثقه ابن حبان، لكن قال علي بن المديني المغيرة بن أبي بردة رجل من بني عبد الدار روى عن أبي هريرة ولم يسمع به إلا في هذا الحديث، فهو إذن مجهول. وسأحدثكم إن شاء الله عن الجهالة. نعم. عن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار. عبد الدار هذه قبيلة من قبائل قريش منسوبة إلى عبد الدار بن قصي بن كلاب. عبد الدار هذا أخو عبد مناف بن قصي، عبد مناف هذا هو الذي من أجداد رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمود النسب. عبد الدار أخو عبد مناف، قصي بن كلاب كان له بنون أربعة، كان له عبد مناف وعبد الدار وعبد العزة وعبد، هؤلاء بنوه الأربعة. يقال إن الدار الذي نسب إليه عبد الدار يقال هذا كان إلها من آلهتهم، وقيل إنها قصيا ذكر قال عبدت اثنين من بني لآلهتي، وعبدت واحدا منهم لداري، وعبدت واحدا منهم لنفسي. فالله أعلم الدار كان إلها أم المقصود بالدار دار قصي. وقصي هذا كانت له مآثر في قريش، كان سيدا من سادة قريش، وكانت له مآثر، كانت له مكرمات. مآثره كان له حجابة البيت، حجابة البيت وسدانته وحفظ مفاتيحه، هذا مكرمة. كانت له الرفادة، الرفادة هو الطعام الذي يطعم للحجيج، كانت قريش تجمع له المال ليشتري به الطعام الذي يطعم به الحجيج إذا جاء موسم الحج. وكانت له السقاية، فكان يسقي الحجاج في موسم الحج، وهذا طبعا قبل أن يحفر عبد المطلب زمزم في ذلك الوقت. الماء هذا في تلك الصحاري شيء ثمين، فالذي يوفره للحجيج لابد أن يكون سيدا من سادة الناس. هذه المكرمة الثالثة.
الرابعة كان له اللواء وهي الراية في الحرب. والخامسة المكرمة الخامسة كانت له دار الندوة. هذه الدار هي التي كانت تجتمع فيها قريش، فلا يبرم أمر إلا في دار الندوة. عبد الدار بن قصي كان أكبر بني قصي، كان أكبر إخوته، وكان قصي شديد المحبة لعبد الدار. لكن عبد الدار هذا كان خاملا، كان مضعفا، لم يكن في النباهة والعقل كإخوته. ومثل هذا لابد أن يخمل ذكره إذا مات قصي. فأراد قصي لمحبته في عبد الدار أن لا يخمل ذكر عبد الدار. ماذا فعل؟ أعطاه هذه المآثر الخمسة، جعلها فيه من بعده، فصار في عبد الدار الرفادة والسقاية والحجابة واللواء ودار الندوة. فبقيت هذه المآثر في بني عبد الدار حتى نشأ بنو عبد مناف وكثروا وسادوا، فاستحقروا بني عمهم أن تكون لهم هذه المآثر كلها وأن لا يكون لهم شيء، فأرادوا أن يأخذوها منه قهرا. فحالفت بنو عبد مناف قبائل من قريش، وحالف بنو عبد الدار قبائل من قريش، وتهيأت قريش للحرب. فمن الذين حالفوا بني عبد مناف حالفتهم بنو زهرة بن كلاب، وبنو تيم بن مرة بن كعب، وبنو الحارث، وبنو أسد. فهؤلاء الأربعة مع بني عبد مناف خمس قبائل. وحالفت بني عبد الدار أربع قبائل أخرى، وهي بنو سهم بن عمرو بن هصيص، وبنو جمح بن عمرو بن هصيص، وبنو مخزوم، وبنو عدي. فتهيأوا للحرب. قبيلتان من قبائل قريش خرجت عن هذه الفتنة، وهم بنو محارب وبنو عامر، وشرعوا يمشون في الصلح. فاصطلحوا على أن يكون لبني عبد مناف السقاية والرفادة، وأن يبقى لبني عبد الدار اللواء ودار الندوة والحجابة. أما اللواء فقد بقي فيهم إلى أن جاء الإسلام، فصارت الراية في الحرب راية الإسلام. وأما الحجابة فهي فيهم إلى يوم الناس هذا، وتبقى فيهم إلى يوم القيامة، لا ينزعها منهم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ظالم. وأما الندوة فقد بقيت فيهم حتى كان حكيم بن حزام فباعها إلى معاوية بن أبي طالب وتصدق بثمنها. فقيل له لاموه كيف يبيع مآثر قومه وآبائه، فقال إنما المآثر في الإسلام بالتقوى وليست بدار الندوة. هذا الذي ذكرت لكم هو الذي نظمه الشيخ البدوي رحمه الله في قصيدته التي يقول فيها: حجابة، سقاية، رفادة، لواء للندوة بالقلادة. هذه المآثر الخمسة كأنها قلادة. حلا قصي بها ابنه عبد الدار، سقاية، حجابة، سقاية، رفادة، لواء للندوة بالقلادة. أتحف عبد الدار إذ رآه دون مدى إخوته مداه، وإذ بنو عبد مناف سادوا أخذ حلاه كلها أرادوا، وحالفوا لأخذها بالقهر منهم بطونا خمسة من فهري. شكون البطون؟ زهرة تيما حارثا وأسدا، خمسا على أمثالها كانت يدا، وعمة النبي طيبتهم. لما اجتمع حلف بني عبد مناف، جاءت عاتكة بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم وصنعت طيبا،
أتت به إلى البيت الحرام، وشرع أولئك غمسوا أيديهم في ذلك الطيب، فسمي حلف المطيبين. بنو عبد الدار لما اجتمعوا مع القبائل التي ذكرت لكم ذبحوا جزورا، فقال قائل منهم: من غمس يده في دم هذا الجزور فهو منا. فغمس أحدهم يده ثم لعقها، فسمي هؤلاء لعاقة الدم، فكان حلف المطيبين وكان حلف لعاقة الدم. قال هو البدوي رحمه الله: وعمة النبي طيبتهم بطيبها المطيبون اسمهم، وأدخلوا في الطيب أيديهم ومسحوا البيت بها إذ أقسموا، لأنه لما أدخلوا أيديهم في الطيب مسحوا بأيديهم البيت الحرام وأقسموا على أن يكونوا يدا على أعدائهم. فلذلك قال هو: وعمة النبي طيبتهم بطيبها المطيبون اسمهم، وأدخلوا في الطيب أيديهم ومسحوا البيت بها إذ أقسموا. ثم ينتقل إلى الفريق الآخر فقال: وحالفت كذاك عبد الدار قبائلا من فهرين أخيار. من فهر، وفهر هو فهر بن النضر، والنضر وقريش. وحالفت كذاك عبد الدار قبائلا من فهرين أخيار، هصيص مخزوم عدي وخرج محارب وعامر عن الهرج. إلى أن يقول: لعاقة الدم سوموا إذ لحسوه، لعاقة الدم سوموا أولئك إذ لحسوا ذلك الدم. ثم بصلح أخذت رفادة سقاية عبد مناف السادة. نعم. أنه سمع أبا هريرة يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال. أبو هريرة رضي الله عنه توفى سنة على سنة 57 على الصحيح. دائما تذكرون على الصحيح هذه الكلمة لتبينوا أن المسألة فيها خلاف. نعم. أنه سمع أبا هريرة يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، فقال: يا رسول الله إنا نركب البحر. هذا الرجل مبهم في رواية الموطأ. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، في غيره من الروايات قالوا هو رجل من بني مدلج، وفي غيرها قيل اسمه عبد الله. لكن قبل أن نصل هنا ذكرت لكم، قلت لكم إنه قيل إن عمرو بن سلمة لم يروي عنه إلا صفوان بن سليم. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة
والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. لذلك فهو مجهول، لكن هذا قائل هذا الكلام هو ابن عبد البر رحمه الله. ابن عبد البر على إمامته وسعة روايته في هذا الفن، لكنه لم يعني يسلم له ما قال. وصفوان بن سليم لم يتفرد بالرواية، وإنما تابع سعيد بن سلمة في الرواية عن صفوان بن سليم أبو كثير، وهذا تجدونه في مستدرك الحاكم وفي مشكل الآثار للطحاوي وفي الطهور لأبي عبيد القاسم بن سلام، فانتفت جهالة العين. لا، وقد سأل الترمذي البخاري عن حديث مالك هذا عن صفوان بن سليم، فقال البخاري هو عندي صحيح. ابن عبد البر استشكل هذا، فقال أنا لا أدري ما هذا من البخاري، يعني كيف يقول البخاري هذا صحيح؟ قال ابن عبد البر أنا لا أدري ما هذا من البخاري، ولو كان عنده صحيحا لأخرجه في كتابه. فهمتم استشكال ابن عبد البر؟ هذا الحديث لا يوجد في صحيح البخاري. يقول ابن عبد البر لو كان صحيحا عند البخاري لأودعه في صحيحه، فكيف يكون صحيحا عنده ولا يخرجه في كتابه الصحيح؟ أنا أقول لا أدري ما هذا من ابن عبد البر. لماذا؟ لأنه ليس كل حديث صحيح عند البخاري كتبه البخاري في صحيحه. لو كان البخاري التزم أن كل حديث صح عنده يكتبه في صحيحه لكان هذا الانتقاد، هذا الاستشكال وجيها، لكن البخاري لم يلتزم ذلك. بل روى الإسماعيلي عن البخاري قال أنه قال ما رويت في هذا الكتاب إلا ما صح وتركت من الصحيح خشية الطول. البخاري وضح أن عنده أحاديث صحيحة لم يودعها كتابه. لماذا؟ لئلا يطول الكتاب. وقد سأل الترمذي البخاري عن أحاديث كثيرة البخاري يقول فيها هي صحيحة وليست هي في البخاري. فلذلك لا يشكل علينا أن يقول البخاري هو عندي صحيح ومع ذلك لا يخرجه البخاري في صحيحه. أما المجهول عند المحدثين، هذا المجهول ثلاثة أقسام: مجهول العين، ومجهول الحال ظاهرا وباطنا، ومجهول الحال في الباطن فقط مع عدالة الظاهر. هذه ثلاثة أقسام المجهول. مجهول العين، من هو مجهول العين عند المحدثين؟ هو كل راو لا يروي عنه إلا شخص واحد، ولا يعرف فيه جرح ولا تعديل. فلان الفلاني، هذا فلان لا نجده يروي عنه إلا واحد، ولم نجد أحدا من الأئمة، لا علي بن المديني ولا سفيان عيينة ولا الثوري ولا مالك ولا أحمد ولا أحد من الأئمة، لم نجد أحدا يقول هذا ثقة، هذا كذاب، هذا ما وجدنا فيه جرحا وما وجدنا فيه تعديلا. هذا يسمونه عندهم مجهول العين. ما حكم الرواية عن مجهول العين؟ ما حكم السند الذي يأتي فيه شخص مجهول العين؟ هذا في هذه المسألة خمسة أقوال لأهل الحديث. القول الأول أن الإسناد، أن الرواية مجهول العين ترد مطلقا، لا نبحث فيه ولا نفتش عن روايته. هذا إسناد فيه رجل مجهول العين حديثه ضعيف وروايته مردودة. وهذا الحديث، هذا المذهب مذهب أكثر المحدثين وأكثر الأصوليين، بل ابن السبكي رحمه الله حكى عليه الإجماع، والصحيح أنه لا إجماع، وسيأتي بيان هذا، لا إجماع على المسألة، ولكنه قول الأكثرين. لماذا؟ قالوا أن من شروط قبول رواية الراوي أن يكون عدلا، أن يكون عدلا، والمجهول هذا لم تتحقق عندنا عدالته، فلذلك نطرح حديثه ونرده. المذهب الثاني، القول الثاني في هذه المسألة هو نقيض القول الأول، أنه يقبل مطلقا،
وهذا القول عزاه ابن المواق إلى الحنفية، وهو قول وهو مذهب ابن حبان ومذهب ابن خزيمة، مجهول العين عندهم يطلق يقبل حديثه. لماذا؟ قالوا إن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة الأخوين فتثبتوا، فلم يوجب الله التثبت إلا عند وجود الفسق، والمجهول لم يحكم بفسقه، فإذا لا يطلب التثبت في روايته وإنما تقبل. المذهب الثالث، القول الثالث، أن رواية مجهول العين تقبل إذا كان الذي يروي عنه لا يروي إلا عن ثقة، كمالك، كشعبة، كسفيان، هؤلاء لا يرون إلا عن ثقة، فلا يضرنا حينئذ أن نجد ذلك المجهول، لأنه إذا نظرنا من يروي عنه وجدنا شيخا ممن لا يروي إلا عن الثقات فنقبل روايته. المذهب الرابع، تقبل، قالوا نقبل رواية مجهول العين إذا كان مع رواية ذلك الراوي الواحد عنه زكاه إمام من أئمة الجرح والتعديل، إذا زكاه واحد من الأئمة ولو روى عنه واحد فقط فإننا نقبل روايته. وهذا صنيع ابن القطان الفاسي في كتابه بيان الوهم والإيهام، وهو الذي رجحه ابن حجر في نخبته وفي نزهته. القول الخامس، إذا كان ذلك المجهول العين مشهورا نوع شهرة، مشهور بالنجدة، مشهور بالشجاعة، مشهور بالكرم، تقبل روايته. وهذا قول ابن عبد البر، وقال ابن عبد البر فيما حكاه العراقي: ولابن عبد البر كل من عني بحمله العلم ولم يوهني فإنه عدل لقول المصطفى يحمل هذا العلم، لكن خولف ابن عبد البر وطرح قوله هذا. هذا الكلام عن مجهول العين. النوع الثاني من أنواع الجهالة مجهول الحال ظاهرا وباطنا، وهذا فيه ثلاث أقوال، لكن يعني أهمها قولان. القول الأول أنه يرد مطلقا، وهذا قول أكثرين، الخطيب البغدادي وأكثر المحدثين. والقول الثاني أنه يقبل، وهذا القول قال ابن الصلاح: وهذا القول هو الذي يشبه أن يكون صنيع المحدثين في كثير من الكتب المشهورة. ومجهول النوع الثالث من أنواع المجاهيل مجهول الحال في الباطن فقط مع عدالته الظاهرة، وهذا يعني هذا بعضهم يسميه مستورا، وهذا يعني الأظهر من صنيع المحدثين أنهم يقبلون حديثه. وهذا الذي ذكرت لكم نظمه العراقي في ألفيته بقوله: واختلفوا هل يقبل المجهول وهو على ثلاثة: مجعول، مجهول عين من له راو فقط ورده الأكثر، والقسم الوسط: مجهول حال باطن وظاهر وحكمه الرد لدى الجماهير، والثالث: المجهول للعدالة في باطن فقط فقد رأى لها حجية في الحكم بعد من منع ما قبله منهم سليم فقط، إلى آخر ما قال. على كل حال، حديث هذا الحديث حديث صحيح. قال ابن عبد البر، هو ابن عبد البر قدح فيه بجهالة راويه، ومع قدحه فيه بالجهالة قال هذا الحديث تلقاه العلماء بالقبول. وقد أفاد الحافظ ابن حجر رحمه الله في تصحيحه وذكر طرقه في كتابه التلخيص الحبيب، فليراجعه من شاء. نعم. فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر، نعم، ونحمل معنا القليل من الماء. قال: يا رسول الله، إنا نركب البحر. البحر عند العرب كل ماء كثير تسميه العرب بحرا، كل ماء كثير تسميه العرب بحرا. حدثني من أثق به أن شابين من أهل البادية ممن لم يروا البحر أبدا، أحدهما جاء إلى المدينة، إلى مدينة ساحلية، ثم لما رجع أراد أن
يصف البحر لصاحبه، لأنه البحر البحر. فأشار قال بلا واحد الماء كثير، كيف يوصف فيه البحر؟ الماء كثير، الماء الكثير اللي عن اللي في الذي في ذهن صاحبنا هذا المخاطب. قال له بحال ديك الساقيه اللي ديزا عندنا في الدوار. قال لي لما انت نعاودك البحر. فالبحر عند العرب هو كل ماء كثير، يقولون ماء مستبحر كثير تسميه العرب بحرا، لذلك يقول الله تعالى وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج. هل رأيتم قط بحرا ماءه عذب؟ بحر ماءه عذب رأيتموه؟ يعني ما معنى قول ربنا وما يستوي البحران هذا عذب فرات؟ قلت لكم البحر هو الماء المستبحر، الماء الكثير هو ماء الأنهار. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج. وهنا مسألة لغوية، لا يقال البحر ماءه مالح، إنما يقال البحر ماءه ملح، ماء ملح ولا يقال ماء مالح. وما يستوي البحر، قال ربنا سبحانه مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، وقال ربنا سبحانه وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. هو الذي ربنا سبحانه هو الذي أرسل البحرين، هذا عذب وهذا ملح، وجعل بينهما حاجزا، لا يبغي هذا على هذا، لا يبغي العذب على الملح فيختلط به، ولا يبغي الملح على العذب فيختلط به. لكن أين فين هجي؟ الشيخ الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان رحمه الله كان في رحلة، مرة في تلك الرحلة بالسنغال، وكان اغتسل في نهر السنغال. هذا نهر السنغال مصبه عند قريب مصبه بقرب مدينة تسمى مدينة سانت لويس. هذه سانت لويس في من كبريات مدن السنغال، بقربها يصب هذا النهر نهر السنغال في البحر. يقول الشيخ رحمه الله أنه كان هو في 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 تلك الرحلة في سنة 1943، قال توضأت مرة في نهر السنغال فكان ماءه عذبا، وتوضأت مرة في البحر فكان ماءه ملحا، قال ولم آتي الموضع الذي يلتقيان فيه. قال وحدثني، يقول الشيخ وحدثني بعض من معي ممن أثق به أنه أتى الموضع الذي يلتقي فيه نهر السنغال بالبحر، قال فقعد يغرف من البحر، يغرف بيمينه غرفة من الماء الملح ويغرف بيساره غرفة من الماء العذب في مجرى واحد، لا يبغي هذا على هذا ولا يبغي هذا على هذا. فسبحان ربنا ما أعظم قدرته وما أكمل قدرته. نعم، قال إنا نركب البحر. ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ركوب البحر، وهذا فيه رد على من كان يقول من العلماء إن ركوب البحر مكروه إلا للجهاد أو الحج. هؤلاء كانوا يركبون البحر لا لجهاد ولا لحج، وإنما كانوا يركبونه لصيد، ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن ذلك جائز من غير كراهة. وفي قول ربنا سبحانه هو الذي يسيركم في البر والبحر، في هذه الآية إشارة، وهذه الآية جاءت في سياق الامتنان، ففي هذه الآية إشارة إلى أن تسييرنا في البحر من نعم الله علينا، وربنا لا يمتن علينا بما يكره منا إتيانه. رويت كراهة ركوب البحر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وقال عمر رضي الله عنه لا يسألني الله تعالى عن جيش سيرته في البحر. وقد كان معاوية رضي الله عنه يكثر ويلح على عمر أن يأذن له في غزو جزيرة قرب الشام، قال نسمع صياح دياكتهم، كناية عن شدة القرب، بينهما بحر لكن
مسافة قريبة جدا. فعمر كتب إلى عمرو بن العاص أن يصف له البحر، فقاله خلق عظيم يركبه خلق ضعيف، دود على عود بين غرق وبرق. فلما بلغ جواب عمرو بن العاص، عمر بن الخطاب قال: والله لا أحمل فيه مسلما أبدا. فهذا المذهب حمله العلماء على من ركب البحر استكثارا من الدنيا، فهذا ربما يكره له إذا كان فيه تغرير بالمهج، لأن العلماء لم يختلفوا في أن ركوب البحر محرم في الزمن الذي يغلب فيه الهلكة. إذا كان الغالب على من يركب البحر أنه لا ينجو منه وأنه لا يسلم منه وأنه يتلف فيه، فركوبه في البحر وإن كان لأي غرض حرام عليه، هذا لا خلاف فيه بين العلماء. نعم. ونحمل معنا القليل من الماء. لماذا يحملون معهم القليل من الماء؟ الناس يعني أنا تقولون للشرب، سبحان الله، ولأي شيء سيحمل الماء. أنا أسأل لماذا يحملون القليل من الماء، لا أسأل لماذا يحملون الماء. أبو عمرو البصري كان له مستملي، أعيذكم بالله أن تكونوا مثل مستملي أبي عمرو. مستملي، تعرفوا معنى المستملي عند العلماء في قديم لما لم تكن عندهم هذه الأجهزة وهذا الشيء هذا، وكانت الحلقة تكون كبيرة وما كان هذه يعني مدخمات الأصوات، فكان يكون مستملي. المستملي هو الذي يعيد كلام الشيخ، يكون جالسا مثلا في منتهى صوت الشيخ فيعيد كلامه ليسمع من خلفه ومن لا يسمع كلام الشيخ. مستملي أبي عمرو هذا كان يضرب به المثل، فاش كان يقال مستملي أبي عمرو يكتب ما لا يسمع ويقرأ ما لا يكتب ويفهم ما لا يقرأ. فلذلك من علامة الفطنة أن يكون الجواب الذي تعطونه موافقا للسؤال الذي أسأله. أنا سؤالي عن علة حمل القليل من الماء، وليس سؤالي عن علة حمل الماء حتى تقولوا، وأنا أكون مجنون إذا أقول علاش يحملوا الماء في البحر. طيب لماذا يحملون القليل من الماء؟ لماذا لا يحملون الماء الكافي لهم؟ وقال يا رسول إن نركب البحر ونحمل معه القليل الماء. يا سيدي ما تحملش معك القليل من الماء، احمل معك الماء الكافي لشربك ووضوئك. الجواب عن هذا، قالوا إما كانوا يحملون القليل من الماء إما لأن ما يركبونه لا يحتمل أن يحمل لا يحتمل أن يحملوا ماء كثيرا، وهذا يدل له ما روى عبد الرزاق في مصنفه في يعني رواية عبد الرزاق لهذا الحديث، قال الرجل يا رسول الله إنا نركب أرماثا لنا ويحمل أحدنا مويها لشفته. مويه تصغير ماء، تصغير ماء، ما استشكلت شي حاجة. أنا أقول لكم مويه تصغير ماء، نعم، وجود هاء في التصغير، فين كانت هذه؟ رجل تصغره فتقول رجيل، ما زالت الحروف لم يتغير حرف، ولكن هناك احنا نقول ماء ونصغره فنقول مويه. منين جات لنا هذه الهاء؟ هذه الهاء هي أصل تلك الهمزة. قاعدة عند الصرفيين أن التصغير يرد الحروف إلى أصولها. قالوا يحمل أحدنا مويها لشفته، والأرماث هذه مراكب مصنوعة من جذوع الأشجار، من ما يسمى بالفرنسية لغادو، وهو الأشجار، فروع الأشجار يضم بعضها إلى بعض وتربط بالحبال، هذه لا تحتمل أن تحمل الماء الكثير. هذا احتمال أول يؤيده رواية عبد الرزاق. أو احتمال آخر لعلة حملهم القلة من الماء والقليل من الماء، أنهم يظنون، هذا الذي يركب البحر يخرج للصيد فيظن أنه يجد الصيد من قريب،
لكن لا يجده في حيث كان يتوقعه، فيستمر به الإبحار حتى لا يعود ما كان أخذه وكان كافيا أولا لا يعود كافيا آخرا. وهذا يدل له أيضا الرواية عند غير أصحاب السنن، لعل عند الدارقطني، أن هذا السائل قال: يا رسول الله إننا نركب البحر نصيد ونظن أن نجد الصيد من قريب أو كما قال، ثم يستمر بنا السير إلى آخر هذا الذي ذكرنا لكم. فهذه العلة التي ذكروا في سبب حملهم القليل من الماء. نعم. فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ به؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل بيتته. قال صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه. الطهور هو الماء الذي يتطهر به، كما أن السحور هو الأكل الذي يتسحر به، والوضوء هو الماء الذي يتوضأ به، والسعوط هو ما يستعط به، والنشوق هو ما ينتشق إلى آخره. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه. لو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، ماذا قال؟ إن السائل يقول: إننا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإذا توضأنا به عطشنا أفنتوضأ به أو أفنتوضأ بماء البحر؟ قال: لو قال صلى الله عليه وسلم نعم لكان الحكم قاصرا على من كان في مثل حال السائل من الضرورة، ممن يحمل معه القليل من الماء فلا يكفيه لوضوئه وشربه، وحينئذ لا يكون من كان معه ماء لا يكون داخلا في الحكم، لا يكون مشمولا فيه. ولكن قول النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه بيّن أن من كان في مثل حال السائل ومن كان في غير حاله يجوز له أن يتوضأ بماء البحر. لماذا؟ لأن ماء البحر طهور، والطهور كما قلت لكم هو الذي يصلح لأن يتطهر به. قرن النبي صلى الله عليه وسلم الحكم بعلته، هذا منهج في الفقه يجب أن يتبع، ترك في يعني في مدد. الحمد لله الآن مناهج التدريس الفقه ومناهج التأليف فيه صارت يعني تعود إلى هذا الذي أومأ إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال هو الطهور ماؤه. النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم، لقلنا سمعنا وأطعنا ولأخذنا الحكم من غير معرفة لعلته، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قارن لنا الحكم بعلته. وهذا هو الذي ينبغي أن لدارس الفقه ولمدرسه أن يدرس مسائل الفقه مربوطة بعللها، نقول بعللها وبأدلتها. دراسة الفقه من غير معرفة للمدارك التي من عليها بنى العلماء فقه هذا الفقه لا يعد فقها، هذا لا يعد فقها. أن تحفظ ابن عاشر فقط هذا لا تسمى به فقيها، أن تحفظ الرسالة فقط هذا لا تسمى بذلك فقيها. لو حفظت مختصر الشيخ خليل كله ودرسته وفهمته حتى لم يغيب عليك منه مسألة لم تسمى فقيها، إذا لم تعلم مدارك المسائل التي في المختصر. ما تعرف الفقه عندهم؟ معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية أو من أدلتها التفصيلية. لأن إذا قيل لك ما فرائض الوضوء تقول؟ قال ابن عاشر رحمه الله: فرائض الوضوء سبعة، وهي دلك وفور النية في بدئه، ولينوي رفع حدث أو مفترض أو استباحة لممنوع عرض، وما إلى آخر ما قال. طيب يقول لك ما فرائض الوضوء تقول لي هذا الشيء؟ ما فرائض صلاة؟ فرائض الصلاة إيش دليل؟ ما دليل هذا؟ ما دليل تكبيرة كون تكبيرة الإحرام فرضا فمن لم يكبر تكبيرة الإحرام لا صلاة له؟ ما الدليل على أن القيام في الصلاة للقادر فرض فمن لم يقم هو قادر على القيام لا صلاة له؟ ما الدليل على كل ذلك؟ ولا سيما في هذا العصر. كانت البلدان في وقت من الأوقات لا يسمع أهلها إلا كلام علمائها، لكن الآن طيب هذا وقت الأذان نكتفي بهذا ولعلنا نتم إن شاء الله في
المجلس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.